ان شاء الله حاج قومي قش داني تيزد غدا 30 سنة قومي الفطاشي الداتر تمارات هو قومش تاريخت ايوا نعرف سين دا مواسقان سود السلطة مواسقان بينا اغشي القرار العدم ايه يعني ضم مظيرات صغيت ما لا غدا صغوة لا عساس ايواغ السحرة السحرة ايه انت كي زنزنوخ هذا ما نايز زنزيتي العمران زنزيت كلشي انت وغازا شي وكم واخ انت اللي قلت لنا يا اخ حتى الناس تم داني الثقه شفت الدادي واش غيسوغوا الناس ما راهاش شي قادمين واش غيسوغوا هم قالوا شو من داي قال درت مرات يزنزيت درت مرات يزنزيت دي جاو سنت شنت ورا دي جاو سنت يا جيت ورا دي جاو سنت هذا من تقني تاع خاوه لا ما شو سنت هذا من تسنت بزاف من ورا عجمن عجمن روخا عام زكا مي بدا نعجمن انا بين الاب والام والبنت بعد كده ما تلقى شاهد كان واحد الشهر فاكم شهور كتينا شهر سوف جينا كتينا شهر كتينا خرجنا لعندو كتينا نديش في نسكن شنو ندير من دابا نتصل بسيدي ولي كل شي نورس على كل شي نجي للعمره ندير كل شي محاولة كتب مكتبوه ما دابا لا كتبوه ما كتبوه تعلم تم كل شي باغي نبقى حقا شي شقة ولا شي ارض ولا شي واه ما دير معاهم بعد العمر على الاخر ما بدليل على انهم ما عندهمش ويحسن عدوان كنسل عدوان دونك احنا ملي جاو ملي جات المحكمة الثانية شهر اخر 24 شهر جوج 24 شهر ثلاثة باش يخوي لان غادي يجيبوا السلطة جات السلطة ما عادش ما حاولتوش ديروا معاهم شي حاجة يعني قلت لك ما عنديش شنو ولدهم دابا ولدهم هو مول الهوندا مول الهوندا لا ولدهم انت كان ولدهم ضرب راسه قال لك كاري عاوتاني ايوا اش غادي يراه هو على مزري يعني انت ومالك لابيك انت ومالك لابيك ولكن عاوتاني كاين فاهم مختو واش غادي لان حتى الشركه ديال عمره معطي برا انه واحد الشركه يعني كبيره في بديدي ماشي عاد دابا معطي غادي نشوفوا عاد الناس كارين 30 سنه هما هنايا هما ساكنين هنايا باش غادي تجي عاوتاني غيخرجوا على برا شي حاجه القانون ماشي خرجناهم فوق الصحه ولا فوضى ولا شي حاجه راه بالاجراءات ديال الوكيل الجنائي المالي
لعيب العاريه كتجي تخلط على بناتهم تري بلو ولا هذا بيت والحظ ديال بريجي يعني حنا كنقولوا غير يعني في يعني واش الشركه ما حاولاتش راين دابا شنو راين زعما الشركه ما دارش انا شي محاوله كتعاونهم ولا ديروا معاهم شي حاجه تبعاتهم حتى هما الارقام ولا داروا شي حاجه ديال 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 السوق اللي فهاد البلاصه يعني واحد الحاله مزريه الناس فقراء ما عندهمش راه غادي 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 ترموه برا اكثر من هاد الحالات هادو اللي هذا هو المشكل كاين غير غير حاله واحده اللي كاينه يعني لو كان كاين بزاف يمكن نقولوا بانه ما نتغلبوش عليهم ولكن كاين غير واحد الحاله فهمتي الله يحسن عاون ما عندهمش فيه غيمشي سليهم شي ما كرهناش وبينا لهم ديروا محاوله ديالكم.